الدوخه هي واحد الاعراض اللي كيحس به الشخص. خصنا نفرقوا اولا ما بين الدوار وما بين اضطرابات التوازن. الدوار هي واحد الحاله اللي كيحس بها الانسان كيكون كيحس باللي المحيط ديالو الخارجي كيدور به، مثلا الحيوطه، الكراسه، الشخص كيحس بالدنيا كدور به، اولا كيحس براسو هو كيدور على المحيط الخارجي. اضطرابات التوازن هي مثلا الشخص اللي كيكون كيتمشى وكيلقى راسو مثلا كيديفي او لا كيمشي لواحد الجهه دون الاخرى، او كيقول لك كنتمشى وبحال كنتمشى على القطن، او مثلا هو غادي في السياره في السياره غدا القدام وكيقول لك انا كنحس براسي راجع للور. الاسباب ديال الدوخه كتختلف وهي كثيره، كما ذكرت هي سيتان سيمبتوم اللي كيخبي موراه امراض كثيره. الدور ديال الطبيب الاخصائي في الانف واذن الحنجره هو انه يبين ولا يشخص الحاله، واش هي جايه من الاذن الداخليه اللي هي مركز التوازن، او اللي هي جايه من الدماغ. الاسباب اللي كتكون مرتبطه بالاذن الداخليه وهي الاكثر شيوعا هي الدوار الموضعي الانتيابي الحميد ولا لو فيرتيج بوزيسيونيل باروكسيستيك بينها. شنو هما واحد لي كريستو او حجيرات ولا بلورات اللي كيتحركوا في الاذن الداخليه، والشخص بمجرد ما انه كيحرك راسه فهذيك البلورات كتحرك وكتعطي واحد الدوخه اللي كتكون كثير قويه مجهده الدنيا كامله كدور به، ولكن المده كتكون مثلا قصيره وكتكون معها التقيؤ والغثيان. السبب الثاني اللي كنشوفه حتى هو هي لانيفريت فيستيبولار او الالتهاب ديال العصب الدهليزي اللي هو مرض فيروسي اللي كيتصاب هذيك العصب ديال التوازن، والشخص كيجي كيفاش كتجيه بالدوخه كثيره قويه اللي كتكون ساعات مع التقيؤ دائما والغثيان. السبب الثالث حتى هو اللي كيكون مرتبط بالاذن الداخليه هو مرض مينياغ. مرض مينياغ هو مرض اللي متعلق بالحاله النفسيه ديال الشخص، بحيث انه كيكون الضغط في الاذن في الماء ديال الاذن الداخليه كيرتفع، كيعطينا الدوار اللي كيكون كبير كيكون ساعات طويله وكيكون معاه نقص في السمع والطنين. دونك هادو اهم الاسباب اللي كيكونوا مرتبطين بالاذن الداخليه. الاسباب الاخرى اللي مرتبطه بالدماغ هي كل ما كيتعلق بالدوره الدمويه للدماغ، وكاين امراض وحده اخرى اللي هي متعلقه بالجهاز العصبي. السبب ديال مثلا اضطرابات التوازن كنشوفوها اكثريه في السينيتوز لي مال دو ماغ، يعني الانسان اللي كيكون عنده مشكله مثلا ملي كيسوق الطوموبيل ديالو كاين لو مال دو ماغ، يعني الانسان اللي كيركب في الباطو واللي كيحس حتى هو بالدوخه، وكاين مال دو لير حتى هو اللي كيكون متعلق بركوب الطائره. وسائل العلاج ديال الدوخه فهي كتختلف على حسب الاسباب. الهدف من هذه الوسائل العلاج اولا هو اننا نحبسوا ولا نوقفوا داك لاكريز ديال الفيرتيج، ونحاولوا انها ما تعاودش المريض باش ما كيكونش تاثير على الحياه الاجتماعيه والحياه المهنيه ديالو. الوسائل الاولى هي كتكون عباره عن ادويه فكتعطى في الوقيته ديال لاكريز لي زونتي فيرتيجينو، كاين ادويه اخرى، وكاين العلاج اللي هو عطى النتيجه ديالو جيده بالنسبه لكثير من الامراض هو الترويض الطبي الدخان، هي لاغيدوكاسيون فيستيبولار. لاغيدوكاسيون فيستيبولار كتهدف لخلق التوازن بين ثلاثه ديال المحاور اللي كيعتمد عليهم الانسان باش يشد التوازن ديالو. هاد المحاور هي لو فيستيبول، هو الجهاز الدهليزي اللي كاين في الاذن الداخليه، والمحور الثاني هي العين او العلاقه ما بين الجهاز الدهليزي والعين، والمحور الثالث هو لا بروبريوسيبسيون، هي كل ما كيتعلق بلا بلون دو بي بالمستقبلات الحسيه اللي كاينه في لي زارتيكولاسيون واللي كاينه في العمود الفقري. دونك الترويض الطبي كيحاول نخلقوا التوازن بين هاد ثلاثه ديال المحاور باش الانسان كيساعد التوازن ديالو وما كيكونش داك لونديكاب اللي كيكون في الحياه العامه. كذلك كاين بعض الوسائل الجراحيه اللي في احيان يعني بعض الامراض اللي هي لو نورينوم دو لاكوستيك، بعض الاورام اللي كتكون في الدماغ او في العصب الدهليزي، وكاين مثلا بحال فيستول باري لانفاتيك حتى هي كندخلوا فيها جراحيا. كمثال مثلا نذكروا لو فيرتيج بوزيسيونيل باروكسيستيك بينا اللي هو الدوار الموضعي الانتيابي الحميد، فمجرد ما كنشخصوا الحاله ديال المريض مجموعه ديال الحركات دي مانوفر دياغنوستيك
بواسطه واحد لا فيديو نيستاغموسكوبي. هنايا كنحاولوا فاش كنشخصوا المشكل وكنعرفوا فين هو بالضبط، فين كاين المشكل، كنديروا دي مانوفر تيرابوتيك باش كنحاولوا نرجعوا هذوك لي كريستو اللي تحركوا من بلاصتهم، كنحاولوا نرجعوها للمكان ديالهم. وفي هذه الحاله هذه ما كنعطيوش حتى شي دواء، فقط العلاج كيكون هو عباره على دي مانوفر ولا مناورات طبيه. كذلك بحال لانفريت فيستيبولار، فالعلاج كيكون طبي دوائي في الاول، في الايام الاولى. دائما كنصحوا الناس لانه في حاله ما انه كيجيهم داك لا كريز دو فيرتيج اللي كتكون قويه في الاول ودائما كتكون بالتقيه وبالردان، فدائما خصنا نستشير الطبيب في الايام الاولى، لانه في العديد من الاحيان كل ما تعطى الدواء في الوقت ديالو ما تاخرناش، كل ما كانوش الاثار الجانبيه واضطرابات التوازن. النصيحه اللي نقدر نعطيها للمشاهدين هو انه لو ستريس ولا القلق هو كيتعتبر ان فاكتور، يعني كيساهم بشكل كبير في هاد الامراض ديال الدوخه وديال الفيرتيج. النصيحه ديالي انه يتفادوا القلق ولو ستريس، الحفاظ على التغذيه المتوازنه، واستشاره طبيب الانف وذو الحنجره في حاله حدوث هاد لي كريز دو فيرتيج باش ما نعطلوش التشخيص.